والصرع. برضو هل في أدوية لو اتكتبت ينفع ياخدها طول عمره، ولا لازم يبقى في كشف دوري وبرضو ما ينفعش يفضل ياخدها من غير ما يتابع مع طبيب؟ تمام، سؤال حضرتك مهم جدا. أدوية الصرع هي أدوية بتستخدم لعلاج الصرع اللي هو اضطرابات في كهربية المخ اللي هي ممكن تؤدي لحدوث تشنجات. مبدئيا لازم نقول إن الأدوية دي بتوصف للي بيجيله نوبات صرعية، نوبات تشنجات، مش لمجرد إن حد عنده كهربا زيادة في المخ. يعني اللي واحد عنده كهربا زيادة في معلش، المخ، ايه الفرق؟ نوضح للناس الفرق علشان الفرق إنه أحيانا بعض الناس مثلا بيشتكي بصداع، الصداع ده مش صرع ولا اضطراب في كهربية المخ. هو صداع كهرباء لا، كده. مش كده خالص، ما انا بقول لحضرتك ان هو مش كده. فراح للدكتور، الدكتور طلب منه ان يعمل رسم مخ، عمل رسم مخ لقى فيه كهرباء زياده، يروح كاتب له علاج كهرباء. ده مش صح. ليه مش صح؟ لانه الكهرباء الزياده اعراضها ان يكون في تشنجات، في اغماءات، في غياب عن الوعي، في ما يدل على وجود نوبات صرعيه. انما اضطراب كهربيه المخ ممكن يحصل لناس طبيعيه، يعني ممكن اعمل اي حد طبيعي، انا او اي حد ماشي في الشارع ماشي بدون اي اعراض وما عندوش اي مشاكل، راح يعمل رسم مخ لاي سبب من الاسباب، ممكن يلاقي عنده شويه اضطرابات او بنسميها تغيرات في رسم المخ. ودي هي لا دي تعني الكهرباء الزيادة اللي هي بتغيرات في رسم المخ. تغيرات في رسم المخ دي لا تعني ان هو محتاج ياخد دواء كهرباء. اللي بيحتاج ياخد دواء كهرباء اللي بيجيله نوبات صرعية، نوبات تشنجات، نوبات إغماءات التغيرات، بكافة. يعني التغيرات في كهرباء المخ دي يعني المفروض ايه اعراضها او لا، تغيرات بتبتدي في بايه؟ كهرباء المخ هو مش هيحل. ما انا بقول لحضرتك هو العرض اللي يستلزم عمل رسم مخ هو الإغماء او التشنج او فقدان الوعي. هي دي النوبات الصرعية، هي دي اللي تعمل لها رسم مخ. بس التانية ملهاش مضاعفات، ملهاش ايه التانية اللي هي؟ اللي هي الكهرباء المخ، اللي هو لو رسم يعني شاف رسم المخ ولقى تغيرات في رسم المخ ما هي التغيرات. عشان التغيرات والوصف انه في كهرباء في المخ، تمام. دي دي مش ليها شرط، علاج، مش شرط، ليها لا لا خالص مضاعفات، ليها خالص. دي مش ملهاش اي، قد لا يكون لها اي اعراض، قد لا يكون لها اي يعني ظواهر باينه على المريض، وبالتالي لا داعي لعلاجها بادويه كهرباء. نرجع